تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وأيضا برعاية من دكتور نيوتريشن. هذا البرنامج مستمعينا يعني هي نافذة أو بوابة تواصل ما بين الهيئة وما بينكم، يعني اللي عنده اقتراح، عند ملاحظة، عند أي شغلة ممكن نتساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة، فما عليه إلا أن يتواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا نحن موجودين معاكم لايف عبر حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_دبي، وأيضا عن طريق حساب نور دبي في الانستغرام. فكذلك حتى الرسائل اللي بتينا هنا ما نقراها إن شاء الله. صباح الخير عليكم جميعا، وفي يسعد صباحكم عموما مستمعينا. بس نبغي في بداية الحلقة ننوه بأن يعني هيئة الصحة بدبي توجه عناية السادة المتعاملين وبالتحديد من لهم مراجعات طبية في كل من مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرش الصحي. يجب عليهم اصطحاب وثائقهم الرسمية اللي هي الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت، وذلك لتسجيل بياناتهم في ورطهم بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد اللي معروف باسم سلامة. طبعا هذا الإجراء مستمعين لمرة واحدة فقط، وهو ضروري للحصول على خدماتنا الطبية بأبسط الإجراءات. شو هو الملف الإلكتروني الموحد هذا؟ يعني تحدثنا عنه مطولا وتكلمنا عنه بشكل كبير، اللي هو سلامة، يعني شغلة جدا جميلة وإن شاء الله بتساهم في تحقيق طفرة نوعية في تقديم العلاج في إمارة دبي، وأيضا في الحفاظ والوقاية من العديد من الأمراض. طيب اليوم كذلك يعني تم إصدار البيان الصحي، ملحق البيان الصحي، هذا الملحق اللي تتعاون فيه هيئة الصحة بدبي مع صحيفة البيان في العديد من المواضيع والعديد من الأمور اللي تهمكم مستمعينا. يعني اللي حاب يطلع على هذا الملحق أنا أنصحكم فيه، لأن هنالك الكثير من المواضيع والأخبار الصحية. أنا ما أتكلم حتى بس عن أخبار الهيئة، يمكن جزء بسيط منها في أخبار الهيئة، ولكن المواضيع والدراسات المطروحة في هذا الملحق يعني كثيرة، فأنصحكم فيها. أيضا ما نذهب إلى واحد من الأخبار. وين دكتورة ندى اليوم؟ دكتورة ندى اليوم تدور باركينج من الآخر، يعني زي موجودة هني بس يدور باركينج ليه ما توصل. هذا اللي متأخر دائما يدور باركينج، مشكلته ليش ما تي من وقت، صح ولا؟ يضحك عبد الله الشرهان موجود معنا في التنسيق اليوم، وعندنا أيضا عيسى سبيل في الإخراج، وعندنا وحدة مدريدية بعد برا زي فايزي البارحة بصعوبة على خيخون. عموما نرجع لموضوعنا الطبي. يقولك مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام قد تساعد على زيادة الوزن. والله مو قد تساعد، هي أكيد بتساعد. كيف؟
توصلت دراسة حديثة إلى أن تجنب مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام من شأنه أن يقلل من خطر البدانة عند البالغين، كما أن تقليل الاعتماد على الوجبات الجاهزة وتناول الطعام المحضر منزليا من شأنه أن يقلل من خطر البدانة. ولم يعثر الباحثون على علاقة بين تناول الطعام مع أفراد العائلة وزيادة أو تقليل الوزن. تقول المعدة الرئيسية للدراسة راشل تومين، رئيسة قسم الإحصاء وتحليل الصحة السكانية بكلية الطب بجامعة أوهايو الأمريكية، قد لا يكون للوجبات العائلية نفس التأثير، والأهم هو ما نقوم به في أثناء تناول الوجبة. وتضيف تؤكد نتائج هذه الدراسة على أهمية التفكير جديا فيما نقوم به أثناء تناول الطعام، وما إذا كان من الأفضل إغلاق جهاز التلفاز في أثناء ذلك. عاين الباحثون بيانات حوالي 13 ألف شخص من سكان أوهايو كانوا قد شاركوا في مسح بحثي في العام 2012. تناول جميع المشاركون وجبة واحدة على الأقل مع أفراد الأسرة في الأسبوع الذي سبق إجابتهم عن الاستبيان، وكان ثلث المشاركين يعانون من البدانة. كان ثلث المشاركين أيضا يشاهدون التلفاز أو مقاطع فيديو في معظم الأوقات التي كانت تتخلل تناول الطعام مع العائلة، في حين أن ثلث المشاركين لم يكونوا يشاهدون التلفاز في أثناء التناول الوجبات. عموما وجد الباحثون بأن البالغين الذين لم يسبق لهم مشاهدة التلفاز أو مقاطع الفيديو في أثناء تناول الوجبات كانوا أقل ميلا للإصابة بالبدانة من أولئك الذين كانوا يشاهدون التلفاز في أثناء وجبات الطعام. كما وجد الباحثون بأن تناول الوجبات المحضرة منزليا يترافق مع تراجع معدلات البدانة مقارنة مع تناول وجبات جاهزة. وخلص الباحثون في النهاية إلى أن خطر البدانة الأقل كان عند الأشخاص الذين يتناولون وجبات محضرة منزليا ولا يشاهدون التلفاز في أثناء تناولها. طيب نحن إن شاء الله عقب الفاصل نتكلم مع الدكتور حسام العيسى إذا كان موجود ويسمعنا إن شاء الله، منحاول نتواصل معه وأخصائي التغذية بالدكتور نيوتريشن بيعطينا بعض التفاصيل الأكثر عن هذا الموضوع، موضوع البدانة. شو أخبار ملاحظاتي؟ إذا في حد معانا على الخط، حد معانا على الخط الحين؟ زي عموما حد نشوف هنا البعض. أنا آكل حب ومكسرات وأشوف التلفزيون كروس رول. لا يعني إن شاء الله ما فيها شيء. طيب فيك الخير اليوم لحالك، ماكو حارش، ما في زيادة رواتب، الله العالم، أهم شيء اللمة صح. اصلا مو بشيء التلفزيون والاكل ما حد يسولف الحين، ما المشكله مو في التلفزيون، المشكله حتى في التلفونات، يعني قاعدين ياكلون والتلفون في ايديهم، يعني هذه ما استوعبتها انا الصراحه. وين وصلنا؟ هاي اصلا مسوين دايت، والله احسن شيء. عموما الفكره يا جماعه الخير ان بعض العادات السلبيه ممكن تخلص منها وممكن بسهوله تخلص منها. ناخذ ابو عبد الله ويا عبد الله علي، عبد الله ناخذ مكالمتك وبعدها نطلع فاصل، تفضل. الو السلام عليكم. يا هلا. كيف الحال؟ طول عمرك، تفضل يا عبد الله. يا اخوي ياك عبد الله علي من مسافي. تفضل عبد الله اسمعك. بغيت الله يسلمك شكر لمستشفى مسافي خاصه اول شيء، للأطباء وللعاملين كلهم، من المدير من الستاف كامل الموجود، صراحة مجتهدين وما مقصرين. لكن يا أخوي الأسبوع الماضي أنا راجعت المستشفى فقالوا لنا والله كله مواعيد. قلت لهم يعني عنها أهل المسافي وعدد السكان ما يحتاجها، ما عندنا ذيك الزحمة عشان المواعيد. قال قبل إحنا صح، أنتوا كنتوا تيجوا كنا ندخلكم دايركت على الدكتور، يعني مريض كان يدخل خلال 10 دقائق ربع ساعة مستلم دواء ومروح. فالحين قالوا لنا لا والله عشان تقييم الدخاترة من وزارة الصحة لازم نسوي لكم مواعيد. قلت يعني عشان وزارة الصحة احنا تغربلونا؟ احنا اللي نقيمكم، المرضى اللي يقيموكم مش وزارة الصحة. قالوا لا والله هذا نظام جديد منزلينه وزارة الصحة لازم يطبق، يبينا من امريكا. طيب يبينا من امريكا طبقوه مسافي بارك الله فيكم، ما يستوي.
يعني انا عبد الله ان شاء الله يكون يعني بحول ملاحظتك حق وزاره الصحه، لكن اتوقع ان شاء الله يعني المساله اكيد فيها مصلحه عامه للجميع، لكن اذا انتم متضررين اكيد الجماعه بياخذون بعين الاعتبار هذه المساله. بحول ملاحظتك، جزاك الله خير يا عبد الله، وحتى رقمك بعد كذلك باخذه عن عيسى زين، وبحوله ان شاء الله للمعنيين في وزاره الصحه. شكرا لك عبد الله، توصينا على شيء؟ شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، بيض الله وجهك، مشكور. يقول لك صح، التلفونات اكبر مشكله على الاكل، اصلا لازم غرفه بدون تلفزيون، يعني في الميلس ما تقدر ما تحط تلفزيون، لان عندك عقب الاكل اكيد في يلسه، بس التلفون ضروري تصوير سناب. ها ها ها، التلفزيون يشغل ان شاء الله، بقرا بس شو اسمه المسجات ما اطلع فاصل. التلفزيون يشغلهم ويخليهم ياكلون زياده بدون ما يحسون، صح؟ اوك عادي ياكلون، بس اهم شيء يمارسون الرياضه. هذا واحد دخل لي قال لي فديت حظ مدريد، الصوت تمام الحين، صبحكم الله بالخير يا وجوه الخير، حياكم الله، السلام عليكم، صباح الانوار على الجميع، منور دكتور محمود. ان شاء الله نصير دكتور يعني في يوم من الايام. يلا فاصل، وبعد الفاصل بتدخل الدكتورة ندى وبنتكلم مع الدكتور حسام العيسى عن موضوع السمنة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. ليش معصب؟ مو معصب والله، بس النتي أحيانا على الهوى، فالواحد هذه يسولف. بعدين عيسى يعني معرفة 20 سنة، مو من يوم نمون عليه. زين، بالنسبة للمحشي يعمل سمنة برضو ولا ناكله عادي؟ طيب، حياك الله الدكتورة، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والسرور محمود، صباحكم الله في يوم الأحد اللي يحبك الأحد. ليش متأخرة؟ ما حصل باركينج. انزين مرة ثانية عشان تي من وقت مرة ثانية. المنتشر في التواصل الاجتماعي وعلى كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوي محمود عندي سؤال بخصوص منتج منتشر في التواصل الاجتماعي وعلى قولته أن المنتج مرخص من وزارة الصحة. سؤالي، هل فعلا المنتج مرخص؟ أخوك بوميد. شو المنتج إنزين أخوي؟ إنزين، ما العلاقة حين المنتج على كثر ما اليوم كان في تصريح لدكتور أمين الأميري. الدكتور كان يقول يعني تقريبا نسبة ذكرها، أنا حاول أطلع الخبر، 90% من الأدوية المنتشرة في الوسائل في وسائل التواصل الاجتماعي هي أدوية مغشوشة. 90% يعني تقريبا كل شيء محمود، بس 10%. إنزين، عشان يمكن مشكوكة بعد. إن أدوية مغشوشة، يا منتهية الصلاحية، يا عدم تخزين جيد، يا ما أدري مقلدة، يا فيها بلاوي الدنيا. يا أخي شو تبغي بهذا المنتج؟ تعال وخذ المنتج السليم اللي أنت تبغي من الصيدليات المرخصة، إنزين، أو تأخذه من مواقع معتمدة. صحيح. إنزين، وهذه المواقع المعتمدة يعني معروفة وهي قليلة، أصلا مو بأكاونت في الانستغرام والحساب في تويتر ريت واشتريت دواء. صباحكم الله بالخير، صباح السعادة، صباح الزين. أيضا في واحد يقول محمود أرجو مساعدتي لحصول تأمين صحي لزوجتي، أرجو الاتصال بي. اتصلوا فيه خلينا نشوف. دكتورة، نحن كنا نتكلم عن موضوع الخاص بالسمنة، في كان في عندنا خبر عن السمنة أن الواحد يوم يشوف التلفزيون يأكل زيادة. صح محمود، هو دراسة يعني، صح أنت يمكن ولا أنا نيلس ناكل معي، بس هذه دراسة طلعت. عشان تي نحن منسلط الضوء أكثر على مشاكل السمنة والمشاكل الصحية اللي يعاني منها الكثير من أفراد المجتمع، وتشكل يعني أحد أسباب الخطورة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري، ضغط الدم، وأمراض القلب. معانا عبر الهاتف الدكتور حسام العيسى، أخصائي التغذية بمركز دكتور نيوتريشن. صباحك الله بالخير دكتور. دكتور حسام، أهلين، تفضل دكتور، صباحك الله بالخير والنور.
الله يسلمكم، اهلا وسهلا عليك يا رب، اسعد الله صباحكم وصباح كل الساده المستمعين الكرام عبر اذاعتكم الكريمه. الله يسلمك. دكتور ما ادري اذا سمعتنا من بدايه البرنامج ولا احنا كنا نتحدث عن هذه الدراسه، ولكن يعني في البدايه خلينا نتكلم عن المفهوم الطبي لسمنه البطن. نحن نركز اليوم على هذا الموضوع، موضوع سمنه البطن، فخلنا نتحدث عن هذا المفهوم. الان الاطباء يعني في المفهوم الحديث لمعالجه السمنه وتشخيص السمنه بيعتبروا الدهون المتركزه في منطقه البطن هي الصندوق الاسود للامراض، لمعظم امراض الجسم. ترتبط يعني هذه الحاله اللي هي زياده الدهون منطقه البطن ب 49 حاله مرضيه، بدءا من الامراض الاكثر سوءا يعني عالميا زي امراض ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول والى مشاكل اخرى، حتى انها بترتبط بتسع انواع من الاورام الخبيثه الله معافي الجميع. امين. الان كمان يعني من ضمن المؤشرات اللي بتدل على سمنه البطن قياس محيط الخصر للرجال وللسيدات، فاذا ارتفع قياس محيط الخصر عن 102 سم بالنسبه للرجل او بالنسبه للمراه اذا زاد عن 88 سم، هون يعتبر انه بدات الدهون تشكل حزام يعني زائد في منطقه البطن. يعني كم القياس بالبنطلون دكتور؟ حاله مرضيه تسمى متلازمه الايض، يعني بمعنى انه بصيب جسم الانسان انتكاسه في عمليه الحرق. دكتور تسمعني دكتور؟ الى جانب سمنه البطن مرتبطه مثلا بقياس الدهون الثلاثيه، بقياس ارتفاع ضغط الدم، اذا كان مستوى الكوليسترول الجيد ضمن المعدل الطبيعي او لا، او يعني اقل من المعدل المطلوب. فالاطباء يعني اصبحت بالنسبه لهم خشيه موقع منطقه البطن، لانه هي زي ما يعني شبهناها هي مستودع للامراض السيئه بالنسبه لجسم الانسان. ممتاز. طيب. دكتور تسمعني؟ نعم تفضل. نعم. جزاك الله خير. دكتور يعني انت ذكرت المحيط بالبنطلون، يعني الواحد يوم يقيس كم؟ هو لازم يكون يعني 102 سم، يعني باعتبار انه لازم ما يزيد عن مقاس 38 بالنسبه للرجل. طبعا هذا بيعتمد على بنيه الرجل، يعني سواء مثلا عنده بنيه عضليه، طول قامته، المرحله العمريه صحيح. المرحله العمريه يعني المبكره او الشابه او المرحله المتوسطه الثلاثينات او ما بعد ذلك. صحيح. احنا طبعا الان يعني في عيادات التغذيه في هنالك اجهزه تشخص يعني محيط الخصر وقادره كمان على الوصول للدهون العميقه في منطقه البطن اللي هي في لها مساحه خاصه. مثلا نجد انه مساحه الدهون الداخليه في منطقه البطن للسيدات لازم ما تتجاوز 80 وحده. الرجال لازم ما تزيد عن 100، طبعا باختلاف الفئات العمريه. الآن من المشاكل الحديثة المشخصة مع سمنة البطن إنه إنزيمات الكبد تتأثر في هذا الأمر، تأتي مثلا لارتفاع في حامض اليوريك اللي هو بيؤدي لمرض النقرس، لأنه الإنزيم بتعطل نتيجة تراكم الدهون على سطح الكبد. نجد مثلا مؤخرا أطباء الغدد الصماء صاروا يشخصوا الدهون اللي بمنطقة البطن على إنها غدد بتطلق مواد بروتينية لا زالت مش معروفة التركيب 100%، هذه بتعمل على انقباض الأوعية الدموية المارة بمنطقة البطن باتجاه القلب، فبيؤدي لارتفاع ضغط الدم. يعني هذا يعني بيأيد النظريات السابقة بأنه زيادة الوزن فعلا إلها تبعات خطيرة. ممتاز. دكتور حسام ممكن تقول للمستمعين شو العادات الغذائية الخاطئة اللي تسبب بالأخص سمنة البطن؟ نعم، أول يعني أول نقطة سلبية هي التخلي عن وجبة الإفطار، وبالتالي الشخص بيصير يشعر بالجوع في فترة المساء لانه بصير في خلل في هرمونات الجوع والشبع. صحيح. فبيصيبه الجوع الشديد في المساء وبيبدا ياكل كميات كبيره، وطبعا معروف انه فتره المساء جسم الانسان معدل الحرق عنده منخفض مقارنه بالنهار، فبيبدا ياكل ويتركز الطعام على شكل سعرات حراريه زائده بتبدا تتشكل في منطقه البطن لان هي اكبر مستودع للجسم للدهون. جميل. العاده الثانيه مثلا ممارسات خاطئه عند التسوق، يعني نجد مثلا كثير من الاشخاص خاصه فئات الاطفال بيميلوا لتناول منتجات الحليب الدسمة زي مثلا الأجبان الصفراء، الأجبان ذات الطابع الكريمي، أجبان الدهن. مثلا كثير من المراهقين والشباب بيلجأوا لتناول مبيضات القهوة بكثرة اللي هي ذات الطابع الكريمي. في ناس مثلا بيلجأوا لتناول الكثير من السناكس اللي هي زي مثلا رقائق الشيبس أو أيضا البسكوتات أو الشوكولاتات، هاي كلها أصبحت تجاريا فيها سكر يسمى سكر الذرة المحللة فركتوز، وهذا الأطباء بيسموه سكر الموت لأنه سريع التحول إلى دهون عن طريق هرمون الإنسولين، وهذا السكر بيتركز فعلا في منطقة البطن نتاج تحوله. طيب. الآن من العادات الخاطئة أيضا يعني قلة شرب الماء لأنه بيضعف الدورة الدموية فبيصير فيه تركز للدهون. قلة الألياف والعزوف عن تناولها، يعني في ناس كتير عندهم ما في عندهم رغبة للسلطة. السلطة مهمة لأنها تسمى بلدية الجسم، يعني كل جرام من الخضار والألياف تعمل على حرق 2 جرامين من الدهون والسموم. ففي كثير من العادات الخاطئة. عجبني مصطلح بلدية الجسم. فترة
مثلا جلوسهم اثناء ممارسه الالعاب الالكترونيه اكثر فتره بيشعر فيها الطفل عنده رغبه لتناول الاطعمه زي مثلا فوق ذهابهم للسينما هي هاي الفترات. الموضوع بده اعاده نظر وبده يعني هب كامل عشان يصير في تصحيح للعادات الخاطئة. طيب دكتور أنا بقرأ مجموعة رسائل على السريع وناخذ إجابات مختصرة أو تعليق مختصر إذا كان. ماكو أدوية تخسيس طبية مرخصة وغير صحية، لذلك الأفضل دايت أو رياضة وبعض الإجراءات الطبية المناسبة للوزن وبالنسبة للمدانة مثل قص المعدة والبالون. هو طبعا الاجراءات الطبيه اكيد تبدا يعني عمل الدايت الصحي وممارسه الرياضه واحيانا الحالات المتفاقمه في السمنه يعني يجب استشاره اطباء جراحه اللي هي الجهاز الهضمي اذا كان في الامر لابد منه، ولكن الخيار الاول هو تغيير العادات الغذائيه. النساء تسمن اكثر من الرجال في مرحله معينه من العمر، نعم هذا الكلام خاصه في منطقتنا العربيه نتيجه تغيرات الهرمونات والتغيرات النفسيه. في مقوله ان كثره المياه تسبب الكرش، هاي من سوالف الوالد الله يحفظه، كثير الناس عندهم هالمعتقد خاطئ. هو شرب الماء بعد تناول الطعام يؤدي الى تمدد المعده، فهذا بيضغط على جدار البطن فبيعمل بروز لعضله البطن، يعني بيعمل مش دهون ولكن بيعمل ارتخاء لعضلات البطن، لذلك نصيحة أطباء جراحة التجميل إنه عدم شرب الماء بعد الطعام، قبل الطعام يعتبر أفضل. كل شيء سهل تخسره إلا الوزن. لا الوزن مش سهل خسارته ولكن بيحتاج. لا هو يقول كل شيء سهل تخسره إلا الوزن. فيها بعض التعب ولكن تحتاج لدعم نفسي، فلذلك يعني يجب اللجوء لأهل الاختصاص. الوزن يزيد في الشتاء. هو طبعا في الشتاء يعني جسم الإنسان بيحتاج لسعرات حرارية إضافية، فممكن هذا يكون مبرر للبعض أنه يأكل أكثر يعني. طيب أصعب دايت هو دايت السكر المصاحب بحساسية القمح، لأن المنتجات اللي بدون جلوتين غالبها فيها سكر، جدا صعب هالدايت، والله يشفي جميع مرضانا يا رب. وطبعا يعني المنتجات خالية الجلوتين بيكون فيها بدائل أعلى بالنشويات زي مثلا دقيق الأرز دقيق الذرة، فممكن يعني يكون، ولكن الآن تكنولوجيا الغذاء فيها يعني مواد غذائية كثير بديلة وصحية وممكن أيضا تصميمها في أي نظام يعني يناسب الحالة الصحية. الله يعطيك العافية دكتور على معلومة السكر الذرة، وهذه نقراها نحسب أنها سكر طبيعي. سؤال، هل عقب عملية المنظار انتفاخ الكرشة شيء عادي؟ ما أنصح بالعمليات. حد يقول لو سمحت دكتور بالنسبة للمرضى الغدة الدرقية مع تناول الدواء بشكل يومي وتوازن بعض TSH ولكن الوزن لا ينزل بسهولة، ما العمل؟ هو العمل يعني بصراحة بعض الحالات بيكون مرتبط قصور الغدة الدرقية بنقص فيتامين دي أو مرات بزيادة مقاومة الإنسولين، فحتى لو الشخص هذا بيعاني من نزول هادئ في الوزن المهم أنه يستمر بالنهاية لأنه لا بديل يعني، وهذا الكلام احنا بنقابله طبعا في ضمن مهنتنا فيها يعني في ضمن العياده اللي بنتابع فيها حالاتنا اللي بتيجي. طيب كل ينزل بالوزن ولكن هي مساله وقت حسب الحاله الصحيه واعتباراتها. جميل دكتور، ما نحاول نختصر بعد، هل الجلوس الطويل عنده علاقه مع زياده وزن البطن، نعم ام لا؟ طبعا له علاقه شديده، نعم. جميل، انواع الطعام اللي تحرق الدهون والمشروبات الساخنه، الرجاء التركيز على انواعها، هل تحبذ التركيز على تمارين ال20 دقيقه؟ هذا كله سؤال واحد. هو تمارين لشيء دقيقة، تمارين للفتنس للرشاقة يعني لشد العضلات، ولكن التمرين الأساسي في حط الدهون هو المشي لأنه بيعزز هرمونات النشاط الأيضي في الجسم. بالنسبة للجلوس الطويل نعم يؤدي أحيانا إلى تراكز الدهون في منطقة البطن، نعم. طيب نحن شاكرين لك دكتور وإن شاء الله يعني نتمنى لك التوفيق. دكتور حسام العيسى أخصائي التغذية بالدكتور نيوتريشن، شكرا لك دكتور. أمنياتنا للجميع بالصحة. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. ورجعنا معاكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. يعتبر قسم الأطفال بمستشفى لطيفة من الأقسام الحيوية التي تقدم خدمات متميزة للمرضى وفق أحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية المطبقة عالميا. للحديث عن هالقسم ما يقدمه من خدمات يسرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتور سمير سجواني استشاري قلب أطفال بمستشفى لطيفة. صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالخير والسرور. نورت الاستوديو معنا. انتم منورين. بدايه دكتور طبعا نتحدث عن الخدمات اللي يقدمها القسم امراض قلب الاطفال في مستشفى لطيفه بشكل عام. طبعا كبدايه مستشفى لطيفه يعتبر اكبر مستشفى اطفال في الاماره او حتى لربما على مستوى الدوله. يعني عدد المراجعين لمستشفى لطيفه في السنه يزيد عن 100,000 مراجع.
مستشفى لطيفة يتميز بعض التخصصات الدقيقة والفرعية اللي موجودة حصرا في مستشفى لطيفة، مثل اختصاص الجينات والأمراض الوراثية والأمراض النادرة، مثل اختصاص الأمراض التنفسية وأمراض الرئة وتنظير القصبة الهوائية، تخصصات قلب الأطفال، تخصص الأعصاب والصرع والتأهيل، كذلك أكبر قسم لجراحة الأطفال موجود في مستشفى لطيفة، وتتم في العمليات الصعبة مثل التشوهات الخلقية التي ينولد فيها الطفل، حتى الطفل اللي هو مولود قبل أوانه، يعني الطفل المولود قبل 9 شهور وعنده تشوهات يحتاج إلى عمليات، أيضا تقام هذه العمليات في مستشفى لطيفة، ومستشفى لطيفة يستقبل مثل هاي الحالات من كل مستشفيات الدولة. أيضا عندنا العمليات الجراحية بدل بالمنظار الجهاز الهضمي، أيضا عندنا عمليات العظام للأطفال، عملية عندنا قسم الأسنان للأطفال، فمجموعة كبيرة من التخصصات المهمة والحيوية والموجودة فقط في مستشفى لطيفة وعلى نطاق كبير. ممتاز. طيب دكتور، أنواع العمليات الجراحية هذه، هل هناك في أنواع خاصة لأمراض القلب للأطفال؟ وأحيانا بعد دكتور يعني دائما نسمع أن في الطفل ينولد وفي فتحة في قلبه وكذا، فخلنا نتكلم عن هالموضوعين. الفتحة الموجودة في قلب الطفل في أغلب الأحيان تكون فتحة حميدة غير ضارة، ما تحتاج إلى علاج وما تأثر على الطفل، ما تسبب أعراض، وتغلق أو تصغر مع مرور الوقت، قليل منها اللي يحتاج إلى علاج، صحيح، وقليل جدا اللي يحتاج إلى عمليات. عمليات قلب الأطفال مع أن الطفل صغير، يعني يمكن تجرى العملية في أول أيام، يعني يكون الطفل وزنه 2.5 كيلو أو 3 كيلو ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح. يعني قلب مفتوح يعني أن الجراح لما يفتح القلب لازم يوقف القلب هذا ويوصل الشرايين والدورة الدموية إلى جهاز خارجي، صحيح، بحيث هذا الجهاز الخارجي يقوم بوظيفة القلب مدة كم من ساعة إلى أن الجراح يؤدي ينفذ العملية. طبعا الحفاظ على الأعضاء الحيوية في الجسم، يعني بالضبط، إلا مفروض ما توقف القلب والكلى وهاي، فيعمل وظيفة القلب، صحيح. فمع أن العملية تعتبر عملية كبيرة وقلب مفتوح، ولكن نسبة نجاحها ولله الحمد بنتيجة الخبرات والتقنيات الموجودة فوق 90%. ما شاء الله، ممتاز. دكتور، ممكن تقولنا أكثر حالات أمراض القلب اللي يستقبلها القسم، الأكثر شيوعا؟ الأكثر شيوعا طبعا هي الفتحات اللي تكون هي أصلها موجودة في الجنين، لأن الدورة الدموية عند الجنين تختلف عن ما بعد الولادة، لأن الجنين ما يحتاج أنه يتنفس، صحيح، ما يتغذى بروحه، فياخذ الأكسجين وياخذ الغذاء عن طريق المشيمة وعن طريق الأم، فالدورة الدموية لها مسار يختلف، صحيح، من بعد الولادة. فعشان الجنين في عنده فتحات معينة وبعض الشرايين هي اللي تخليه يعتمد على الأم، صحيح، بعد الولادة يستغني عن الأم ويعتمد على نفسه، ففي بعض الفتحات مفروض أنها تغلق وفي بعض الشرايين مفروض أنها تغلق، مثل في تحويلة، في طريق في تحويل الحين، فتفتح طرق فرعية وتغلق بعض الفتحات، فبعض الأحيان يحدث تأخر أو يحدث عدم تغير الدورة الدموية بشكل سلس، فهاي هي أكثر الفتحات والشرايين شيوعا، ولكن علاجها سهل، وكثير منها تتأخر ولكن تغلق بروحها. ممتاز. في سؤال محمود على الانستغرام؟ لا والله، في مجموعة أسئلة أيضا دكتور خاصة ب يعني أمراض القلب عند الأطفال. إذا ما تكلمنا يعني شو هي المضاعفات اللي قد تنتج لعدم التشخيص المبكر عند الأطفال باكر، شو ممكن يستوي حق الطفل؟ المضاعفات على نوعين، في أمراض قلب تعتبر حرجة إذا ما كشف عنها في أول أيام، يعني إذا خرج الطفل بعد الولادة إلى المنزل من غير اكتشافها
لا سمح الله يؤدي إلى الوفاة في خلال أسبوع، يعني يرجع الطفل في حالة يعني شبه حرجة جدا، ربما تؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. فهذا نوع من أنواع أن إذا لم يكشف في أول أيام، لأنه يعتبر مثل ما يسمونه بالإنجليزي كريتيكال أو حرجة، صحيح. يعني لازم يتعالج، وإذا ما ويمكن يغفل عنه. صحيح. النوع الثاني من حالات القلب إذا ما كشف عنه في الطفولة ممكن يأثر في الكبر، يعني مثلا إذا في ثقب إذا ما حد شخصه، يمكن هذا الإنسان لما يسوي عمره 30-40-50 سنة يحس بتعب، يحس بخفقان، ينقص في جسم الأكسجين، ولما يراجع يشوفون أنت في عندك فتحة من الولادة ما اكتشفناها لين الحين. صحيح. وفي هذاك الوقت بعدين العلاج يستوي أصعب. جميل، نأخذ مداخلة من أبو سلطان. دكتور تفضل. أبو سلطان صباحك الله بالخير محمود. نور السرور. حية طيبة لك وللدكتور وللدكتورة ولي أبو سالم والأستاذة سميرة. يا مرحبا وسهلا. يا هلا يا هلا، تفضل يا أبو سلطان. وما عليك، يوم 23 بنخلص على الجماعة. عموماً بالنسبة طال عمرك، أنا عندي سؤال إداري مش سؤال بالنسبة للقلب. أنا من العين، وأنا أبا أعالج في مستشفى دبي، لأن هناك في دكتور للإذن. أنا عندي أحد من العيال عندهم مشاكل في الإذن، في الدكتور محمد فوزي. إيه. وهذا الدكتور معروف ما شاء الله يعني، وسمعته سابق تنم مثل ما يقولون يعني. فأنا بغيت أعالج، فالحين بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي، عفواً الضمان الصحي، فهل في إمكانية أعالج؟ شو الطريقة اللي ممكن من خلالها يعني نستطيع أن نعالج داخل شو اسمه؟ عيسى حط لي رقم بسلطان، زين عندك في الأوراق. بسلطان بخلص الحلقة بتصل بك، بأخذ لك موعد إن شاء الله عند الدكتور. تمام. الله يجزيك الخير، ما تقصر. هلا ما تقصر. سامح حياك الله. الله يحفظك. الله يحفظك، مشكور. يا هلا. طيب دكتور، بالنسبه لامراض الاطفال، انزين عندك سؤال دكتوره تبغى؟ اي والله ترى السؤال صار لي دقيقتين. تفضلي. انا اسف. الدكتور انت ذكرت ان حتى تتم عمليات لبعض الاطفال في اول ايام عمرهم، يعني يكون عمر الطفل يومين او ثلاثة ايام، فاكيد هاي عباره تجهيز خاص للقسم. فشو التجهيزات المتوفره في قسم القلب في مستشفى لطيفه لمثل هالحالات اللي ممكن تقول حرجه جدا، يعني الطفل يكون جدا صغير ويدخل عمليات قلب مفتوح؟ عمليات القلب مفتوح حاليا على مستوى الدوله موجودة فقط في مدينة الشيخ خليفة في أبوظبي. فإذا تم تشخيص الطفل بالحالة هاي في أول أيام، وكثيرا ما يحدث التشخيص أثناء الحمل وهو جنين. صحيح. نعم. فيحتاج الطفل بعدين بعد الولادة أنه يتحول إلى مستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي لإجراء العملية. والحين طبعا بدأ من فترة تقريبا من مدة يعني مستشفى الجليلة أيضا بدأ أن يجري عمليات القلب المفتوح للأطفال. ممتاز. فالمركزين اللي يجرون هالعمليات هم شيخ خليفة والجليلة حاليا. هذا خلينا أتكلم أنا عن التعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالنسبة لتحويل الحالات المرضية. دكتور نعم، فخبرنا عن هذا التعاون. يعني نحن مستشفى لطيفة يعتبر السند للقطاع الخاص، لأن نحن عندنا في مستشفى لطيفة أكبر قسم للعناية بالأطفال الخدج. القسم عندنا ساعته تقريبا 70، يعني يمكن أكبر قسم في القطاع الخاص يمكن 20-25، أما نحن عندنا في مستشفى لطيفة حوالي 70. عندنا نحن في مستشفى لطيفة أكبر قسم للعناية المركزة للأطفال غير الخدج، ساعته حوالي 8-10 تقريبا. في المستشفيات الخاصة نادر هذا الشيء، ويمكن في مستشفى اللي موجود عندهم 3-4 أسرة يعني. فمستشفى لطيفة يعتبر هو السند في حالة لا سمح الله في الحالات الخطيرة. أيضا المستشفى لطيفة التخصصات اللي موجودة فيه غير موجودة في مثل الأمراض النادرة، أمراض الأعصاب، أمراض التنفسية، أمراض القلب. هاي التخصصات أيضا مكملة للقطاع الخاص. أيضا
يعني ربما هذا باب آخر إن مستشفى لطيفة يعني أنت جيل كامل من الأطباء صحيح. المتمرسين والمتخصصين واللي عندهم خبرات، ولربما كثير من مستشفيات الدولة الموجودة في الدولة الخاصة تجد فيها يعني أطباء متدربين وفي مستشفى لطيفة. ممتاز. عندنا مكالمة محمود. مداخلة من سعيد. صباح الخير. ما تغطي كيف حالك؟ خير الله يسلمك، تفضل أخوي. بغى نسأل دكتور طعمك عن الأجنة يعني بعد ما ولدوا. تفضل يسمعك. قالوا فيه عندي حرم حامل وقالوا ثلاث حجرات في ومتأكدين يعني بس في القلب في مشكلة والتضخم في مشكلة بعد. طبعا زين. وبعد طعمك بعد السؤال الثالث بخصوص المضاد الحيوي حق الحرم الحامل يضر على الجنين. أوكي. شكرا لك سعيد. بالنسبة للسؤال الأول، الفحص عن الجنين أثناء الحمل تقولون سلاح ذو حدين. من ناحية أن الفائدة أن لما ينولد بعد ما ينولد الطفل نقدر مباشرة نأخذ الإجراءات العلاجية. السلبية في الموضوع أنه يظل الأم والأبو في قلق وفي وسواس وفي حيرة طول فترة الحمل. يعني أنا فهم من كلامك دكتور أن الواحد ما يفحص أثناء الحمل؟ يفحص ولكن على شرط أنه ما يقلق وما يوسوس وما ويتوكل على الله، لأن يأخذ الفائدة ويترك السلبية. كثير من الأمهات لا سمع للأسف يعني يصير في حالة يعني تضغط حالة اكتئاب. طبيعة الحال دكتور لأن يعني تعرف ظناء يعني. بس هذه يأثر سلبيا على على الطفل. إذا تمت بشكل تغلق هذا ممكن تسبب له أمراض أكثر. هاي المشكلة. أوكي تفضل دكتور. بالنسبة للسائل يعني الفحص قبل الولادة فحص كثير من الأحيان ما يكون دقيق والتفاصيل راح تبين بعد الولادة. الحمد لله نحن عرفنا أن نشوفه أن في شيء في القلب، خلاص ننسى الموضوع إلى أن بعد ما ينولد الطفل. أول ما ينولد الطفل يجرى له فحص دقيق نعرف بالضبط شو فيه وعلى أساسه صحيح راح يصير العلاج. بصفة عامة يعني نبشر كل الأطفال الأمهات الآباء أو الحوامل اللي عندهم طفل جنين في حاجة في القلب، غالبية العظمى يمكن 99% من تشوهات القلب لها علاج والطفل يعيش حياة طبيعية. جميل. شو يعني ثلاث حجرات يقول هو؟ أنا ما فهمت. يعني يمكن قصد أن في واحدة من الحجر فيها ضمور. يعني في أربع حجر. هو يقول ثلاثة منهم فيهم ثلاثة، فيمكن واحدة منها صغيرة أو مو مكتملة فيتشوفون يمكن بس ثلاث فتحات يعني محمد بدل أربعة. والمضاد الحيوي كان يتحدث عنه للحامل. أغلب الحامل طبعا يعني ينصح نتجنب قدر المستطاع كل الأدوية زين، ولكن في حالة الضرورة فالمضادات ممكن تأخذ المضادات، ما عدا في بعض المضادات المعروفة اللي ممكن تسوي تشوه في الجنين. صحيح. هاي المضادات عادة ما تصرف بشكل روتيني، ولكن هذا الطبيب دائما يكون عارفها وما يوصفها. أما غيرها من المضادات إذا لها حاجة وضرورة فلا بد أن الأم تأخذها. والله يا عيسى شوف كثير تعليقات على أن البث يعلق، فشوفوا أن الوايرلس زيدوا سرعته. زين دكتور، هل أطفال بعمر دون السنة عادي لو تأخر تدخيل الأكل له؟ وهل تكفي الرضاعة الصناعية؟ يعني ما يسبب مشكلة إذا تأخر بالأكل؟ اشتغلتي تزين راسك دكتور. أنا تقول لا. دكتور دكتور سمي طبعا أنت أخبر مني في الأطفال فتحب تجاوب. طبعا لا، الطفل من يتعدى 6 شهور لازم يأخذ غذاء مكمل ولازم يتعود ويتدرب على الأكل غير الحليب، لأن الحليب فقط ما يلبي طلبات الطفل وحاجاته من بعد 6 شهور. من بعد 6 شهور. كانوا يتكلمون عن الماء، لا تعطون الماء حق الطفل قبل 6 شهور. قبل 6 شهور مع الرضاعة الطبيعية محمود. مع الرضاعة الطبيعية يعني الحليب كفاية، بس بعد 6 شهور يبتدون يعطونه ماء دكتور؟ أكل وماء شوي شوي بحيث يوصل العمر السنة على الأقل أو سنة ونص يأكل أكل العائلة، يعني تأكدونه معاكم على الطاولة. حتى الماء العائلة يعني تشيبس كاكاو قصد الوجه
هذا انا ما قلت محمود ياكل جبسه كاكاو، قصدي على الغداء والريوق والعشاء يعني. لا شوف، لا خلينا نكون واقعيين يعني، للاسف يعني معظم السناكس اللي في البيت هذه الامور اصلا دكتور فيها صبغات وامور اصطناعيه. يعني هو القصد ان الرز، الخبز، الدجاج، اللحم، الفواكه، الخضروات، القصد فيها يعني. طيب صحيح دكتور، بعض المسكنات ايضا خصوصا باخر شهر للحامل مثل البروفين يسبب مشكله في القلب، في قلب الطفل لا سمح الله. يعني ممكن لذلك يعني يتجنب هاي كلها. طبعا مو بأشياء أن أي أم أخذت بروفين خلاص يعني أن الطفل لا سمح الله راح يطلع قلبه مشوه، تحيش في حالة من القلق والوسواس. صح. لا، في احتمال، احتمال بسيط، فتتجنب الأم، وإذا حد خذ بالغلط ولا هذا ما في مشكلة إن شاء الله. طيب دكتور ما شاء الله معلومات جيدة ما تقصرون، هل تنصح الطفل حليب كامل الدسم ولا قليل الدسم؟ دائما نقول كامل الدسم للأطفال، ممنوع قليل الدسم أو منزوع الدسم حق الفيتامين دال. لأن هذا شروف يقول أو تقول ما أدري، أنا دوم أشربهم عيالي قليل الدسم. لا، يكون كامل الدسم حتى في الأطفال، يكون وزنهم شوي زائد، نقول ما تتحولين تماما إلى قليل الدسم لأنه يأثر على امتصاص فيتامين دال عندهم حق نمو العظام. يقول لك بس الرز دكتور ممكن يسبب مغص عند الطفل. لا بالعكس، الرز إذا انعطى من بعد 6 شهور الرز ما يسوي غازات بالعادة مغص. هذا شو أنا ما فهمت، أنا شو يعني كشو ما فهمت شو قصدك. زين طبعا كامل الدسم، أطباء هنا ينصحون قليل الدسم، هذا كلام غير سليم. الدكاترة يقولوا لكم كامل الدسم، لازم يكون كامل الدسم عشان أصلا دكتور حتى بالنسبة للكبار يعني، هل أنتم تنصحون قليل الدسم؟ ننصح للناس محمود إلا عندهم عندهم مثلا وزن زائد، كوليسترول مرتفع، سكر، قولوا توجهوا إلى الحليب قليل الدسم. بس مشكلة قليل الدسم يعني ما يكون في امتصاص جيد للفيتامين دال. بس أهم شيء ما تروحون للدبل كريم بعد. في محمود ترى دبل كريم، المصيبة في دبل كريم، ليش دبل كريم ما أدري حق منو ما أعرف. زين بالعكس عيش وروب وايد زين حق الأطفال. صحيح دكتور شو انا ما اريد العيش وروب محمود، تعرف شو يستوي؟ معظم الاطفال اللي بدوا لهم امهاتهم على العيش وروب، ليه ما يكبر الطفل مصر بس ياكل عيش وروب؟ لان يكون العيش وايد في الام يعني مو في الطفل. لا انا ما انا اقول الامهات طبعا، هذا يعني حق الطفل الدكتور اللي يتكلم عنه الطفل، نبتدي نعلمه الاكل، هي تعلمون الاكل. ممنوع الروب اصلا من اول 6 شهور، لان بعد 6 شهور ترى اول 6 شهور ما في شيء غير الحليب. هو العادات الغير صحيحة يعني، هو الأكل لازم يكون متوازن، يعني يكون فيه روب، يكون فيه عيش، يكون فيه خبز، يكون فيه لحم. إذا مثلا طفل تعلم منه بس يبغى يأكل بس عيش مثلا، هذا شيء غير صحيح. والحين حتى السن كان 6 أشهر، الحين نقصوا لين 4 شهور. لين 4 شهور كان قبل 4 شهور. أوكي. بعدين قالوا سوى 6 أشهر رجعوا نزلوا على 4 شهور. ارسلكم على بار دكتور. ترى كل مره تطلع مع دراسات جديده محمود، يعني ان تقول كل ما قدمت الاكل للطفل يساعد ان الجهاز المناعي يتعرف اسرع، بالتالي ما يتحسس اكثر وهالاشياء. خلاص ما نسمع كلامكم. انزين شكرا لكم. عيالي دوم عيش وروب، عاد يوم يكبرون لا بالفعل يعني في بعض الاهل مصاخه الصراحه، وما ياكل محمود لا عيش لا دجاج لا لحم، بس عيش وروب. انزين عموما خذوا العلم من هالدكاترة اللي موجودين على البث حاليا ويعطيهم العافية. شكرا. جزاكم الله خير. دكتور كلمة أخيرة تبغى توجهها قبل أن نختم معك؟ الكلمة الأخيرة طبعا الاهتمام بالأكل المتوازن وتجنب، وأنه ما في شيء حرام يعني، لا يحرم الطفل مثلا من الدهون أو من الكوليسترول أو من الهامبرجر أو من الهوتدوغ أو ما أو من التلفزيون أو من شسمه، ولكن لازم يكون كل شيء بشكل متوازن، وهذا هو أهم. لأن إذا حرمت الطفل راح تصير صحيح. في حالة يعني ردة فعل وفي الموضوع. لا فض ضفوك يا دكتور سمير. والله الدكتور يتكلم عن أمور حتى نفسية أكثر. صحيح. عند الأطفال. الحين دكتور سمير سجواني استشاري قلب الأطفال بمستشفى لطيفة، نحن شاكرين لك تواجدك معنا وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. وأنا أشكركم وسعيد جدا بوجودي معاكم. شكرا يا دكتور. طيب السلام عليكم. مستشفى لطيفة ليش لليوم لا يوجد جهاز سيتي سكان عندهم، وأنا عانيت من هذه المشكلة مرتين مما يعرض حياة الطفل للخطر.
يعني شوف الأجهزة اللي مو موجودة في مستشفى من مستشفيات الهيئة أكيد موجود في مستشفى آخر، فيتم تحويل المريض أو البيشن على 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 المستشفى الآخر. صحيح. أو على المركز الآخر اللي عنده الجهاز. وهذه عملية تكاملية يعني. صحيح. وبعدين مستشفى لطيفة عند مستشفى راشد، مستشفى راشد عند مستشفى دبي، يعني مو بذاك البعد. وعخلص الوقت يا محمود، وعيسى قال 10 مرات خلص الوقت. عيسى زعلان يقول خلص الوقت دكتور، خلص الوقت. تبغى الفكة منا عيسى؟ إن شاء الله. عموما نحن شاكرين لك دكتورة. شكراً لك عيسى. الحين انتبهت إن خلص الوقت من الصبح ما عندك مشكلة، جيت على آخر شيء تقولي خلص الوقت. عموما هذه تحياتي وحدثكم محمود يوسف، شكرا لك عيسى سبيل، وكان معانا في التنسيق عبد الله شرهان، وشكرا لك دكتورة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.